الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هبدأ معاكم دلوقتي مراجعة المحاضرة 12 الباراسمباثيك كلها بإذن الله. تمام، الباراسمباثيك زي ما قسمنا سمباثيك، هنقسم الباراسمباثيك لحاجتين: باراسمباثوميميتكس بيقوي الباراسمباثيك، وباراسمباثوليتكس بيضعفوا الباراسمباثيك. الباراسمباثوميميتك بنسميهم كولينوميميتك لأن هما بيقووا الأستايل كولين، او كولينرجيك اجنست لو بيشتغلوا على الأستايل كولين. المهم تقسيمتها، عندك حاجات دايركت هيشتغلوا على الريسبتور نفسه زي اللي هي البيسانيكول والكارباكول والبايلوكاربين. اهم اتنين تعرفهم البيسانيكول والبايلوكاربين، عايز تعرف الباقي اعرفه، انما مش وقته، مش مهم خالص ان انت تركز عليه ايام الامتحان. الاندايركت حاجات بتعمل انهيبيشن للاستايل كولين ستريز انزيم، اللي هو كان بيعمل ايه، اللي كان بيكسر الاستايل كولين، وبالتالي الاستايل كولين يزيد تركيزه فيحصل له اكيوميوليشن، فكانك زودت شغل السمباثيك. حلو، عندك حاجتين: يا اما ريفرسبل يعني هتقفل الانزيم بس بعد شويه هيتفك، يا اما ان ريفرسبل هتقفل الانزيم وما عادش هيتفك خالص. اللي مش اللي بيقفلوا الانزيم وما عادش بيتفك خالص دول، ده سم. الاورجانو فوسفورس كومباوند ده سم، ده اصلا بيستيسايد، بيستيسايد او انسكتيسايد تحديدا، مبيد للحشرات، مميت مميت، وخد بالك ان الناس بتموت منه. المهم المهم هنتكلم عنه كمان شويه. والله ايه الايفكت بتاع الباراسمباثيك؟ شوف عندك الباراسمباثيك بيشتغل على 3 ريسبتور، تعال شوفهم. والله الريسبتور الاولاني الماسكرينك ام 1 ده موجود في الدماغ وفي المعده، جميل. الريسبتور الثاني ام 2 ده موجود في القلب، بيعمل ايه؟ بيهدي القلب. الريسبتور الثالث ام 3 اي غده واي عضله ملساء، بيزود الافرازات بتاعت الغدد علشان عايزك تزود مثلا السلايفا علشان تعرف تهضم وتبلع الاكل. حلو، لان انت هتاكل، ده برا سمباثيك، انت قاعد هادي مستريح في البيت هتاكل، قدامك حله المحشي او ما الى ذلك. عضلات ملساء، اي عضله ملساء زي مثلا عضلات الجي اي تي، البرا سمباثيك اللي بيبقى رايح لها على الام 3 ريسبتور. حلو، عايزك تهضم وما الى ذلك. وفي عندك النيكوتينيك ريسبتور، ان ان موجوده في اي جانجليا، ان ام موجوده في الان ام جي اللي هو نيورو ماسكولار جانكشن، عليك حفظ بس في الفسيولوجي، انما هنا انا عايزك تبقى فاهم بس الفكره. حلو جميل خالص، ارجع معايا بقى كده تاني. ايه الايفكت بتاع الباراسمباثيك؟ عندك ماسكرينيك ايفكت اللي هي الدامبل، سريعا بقى ما تقعدش تقرا وتحفظ الكلام ده، مش هيفرق معاك، هيفرق معاك بس ان انت تعرف ايه الشغل بتاعه. دي دايريا، يو يورينيشن، ام مايوزيس، مايوزيس هيقفل حدقه العين لان انت قاعد في البيت مستريح ممكن تنام، فبيقلل الضوء اللي داخل عينك. بي برونكيال سبازم، برونك بيقفل البرونكاي، ليه؟ لان لما بيقفل البرونكاي بيهدي نفسك، فانت بتبقى قاعد اصلا في البيت مستريح، ما انتش محتاج تشد على نفسك وتقعد تتنفس وتزود النفس بتاعك. المهم كلام سريع، كلام سريع. بي كمان خد بالك اللي هي براديكارديا، بيقلل شغل القلب، بيقلل الريت بتاع القلب، بيقلل سرعة القلب. برادي يعني بطيء، كارديا يعني قلب. ال لاكريميشن، لاكريميشن وبيزود كل الافرازات، لاكريميشن، سلايفيشن، سويتنج، اي حاجة. اي اللي هي احفظها باكزوكراين جلاند سيكريشنز، اي اس، اكزوكراين جلاند سيكريشن. حلو، بيشتغل على كل الجلاندات، بيزود افرازاتها، سلايفيشن، لاكريميشن، سويتين، كلام سهل بقى خالص. حلو الكلام، جميل. طبعا اوعى تستعمل ماسكارينيك اجونيست في واحد عنده ازمه لان انت هتزودها، ما انت قفلت البرونكاي فهتزودها، ولا واحد عنده السر لان انت هتزود الاتش سي ال، انت عايز تهضم، باراسمباثيك عايزك تهضم فبيزود الاتش سي ال، فانت ما تزودش الباراسمباثيك في واحد عنده السر قرحه يعني، ولا في واحد عنده هارت بلوك لان هو بيهدي القلب. حلو جميل، الصفحه دي ما اتشرحتش في المحاضرات اصلا، فانا هعديها عليك بسرعه وندخل على اللي بعديها. الايرريفرسبل اللي هي الاورجانو فوسفورس كومباوند، اهم حاجه فيها تعرف لي الاسامي، الانسكتسايد، باراساين، مالاساين، دول من عائله الاو بي سيز اللي هي الاورجانو فوسفورس كومباوند. الايكوسايوفيت ده كان دواء بيستعمل ايام زمان ما عادش بيستعمل، سيرين وسومان سيبك منهم، دي كانت غازات حروب. الايفكت بتاعهم مش انت زودت شغل الباراسمباثيك، جميل، لما تزود شغل الباراسمباثيك هيحصل لك الدامبل سندروم اللي هي عندك بقى، سيبك منها. الايه هنا ممكن اللي هي ايميسيس، ترجيع، مش مشكله دي تحشيشه يعني، از يو لايك، عايز تحشيشها باي طريقه حشش. ايميسيس ترجيع، من كتر ما هيعمل استيميوليشن للباراسمباثيك ممكن يروح مرجع. حلو، ممكن يعمل اكزايتيشن في السي ان اس وما الى ذلك، برضو الكونتراكشن اللي بيحصل في الجي اي تي بيسبب له المشاكل الكتيره دي. حلو، كل الكلام ده ما يفرقش معايا، مش ده السؤال، السؤال ان في عندك توكسيستي يعني تسمم بالاورجانوفوسفيت. حلو، المبيدات الحشريه دي تعالجه بايه؟ اهم حاجه الادويه، اتروبين، برالدوكسيم، دايازبام. لو قال لك ايه اهم دواء قول له الاتروبين، الاتروبين اهم دواء في علاج الاورجانوفوسفورس كومباوند. الاتروبين ده ايه؟ ده بيقفل كل الماسكارينيك ريسبتور، فهيعاكس كل الدامبل دي،
كل الدمبل ده هيروح مع الكيسه كلها. البرالينوجين بيحاول يفك الرابطه ما بين الاورجانوفوسفاتاس كومباوند والانزيم. الدايزيبام ده مهدئ بتديه عشان الراجل بيبقى خايف ان هو يموت. اهم صفحه هي الصفحه ده اهي، بص معايا. انت عندك ادويه بتشتغل دايركت وادويه بتشتغل اندايركت. الادويه الدايركت بيشتغلوا على الريسبتور ذات نفسه، البي سانيكول بيستعمل في ان هو يعاكس البوست اوبراتيف يورين ريتنشن. واحد عمل عمليه في اليورينال بلادر وقام حاصل سيفير سمباثيتك ستيميوليشن، فاليورينال بلادر وقفت ما عادتش راضيه تشتغل بسبب السمباثيتك ستيميوليشن الشديد ده. تعاكسه بايه؟ بان انت تدي حاجه تشغل بره سمباثيتك. نفس الفكره في الباراليتيك الياس، ان واحد بيعمل عمليه بس في الامعاء وحصل له سيفير سيمباثيتك ستيموليشن. بس معلش، البي سانيكول دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. دايركت يبقى بي اكتيف الباول ذات نفسها، الباول اللي هي الجي اي تي وما الى ذلك، والبلادر اللي انت عارفها خلاص اليورينال بلادر. بايلوكاربين بيزود الاكواس هيومر درينج، وانا قلت لك قبل كده الاكواس هيومر ده موجود في الاي، لما بيزيد يعمل مرض اسمه جلوكوما اللي هي الميه الزرقاء، فبيستعمل البايلوكاربين في علاج الجلوكوما. طب اكتف دايركت ولا ان ولا ان دايركت؟ لا اكتف، هو دايركت. دايركت هو اللي بيروح ياكتف السيلياري ماسل نفسها. اصل السيلياري ماسل ده هي اللي هي بتاعه الاكوموديشن، لما بيحصل فيها كونتراكشن بيساعد على الدرينج بتاعه الاكواس هيومر. ازاي؟ مش مهم دلوقتي، مش وقتها. هو بيزود الاكواس هيومر درينج. حلو الكلام، جميل. الاندايركت عندك الفايزوستيجمين والنيوستيجمين. الفايزوستيجمين ما بحبوش قوي لان هو بيضرب حاجات كتير، فانا مش بروح حبه يعني، فاهمني؟ فبروح مستعمله لوكال بس في علاج برضه الجلوكوما وما الى ذلك. بس المره دي هو اشتغل دايركت على الريسبتور، ولا هو قلل تكسير الاستالكولين؟ قلل تكسير الاستالكولين، فبسميها بيامبليفاي، بيقوي الاستالكولين. حلو الكلام. الفايزوستيجمين برضو خد بالك ان هو بيعاكس المدرياتيك سايكلوبليجيك اكشن بتاع الاتروبين، هو بيعاكس الاتروبين عامه على فكره في اي حته. حلو. الاتروبين بيقفل الام 3 ريسبتور فبيعمل مدرييزس، لان الام 3 هي اللي بتعمل مايوزس، وبيقفل الام 3 ريسبتور اللي في السيلياري ماسل اللي كانت بتعمل سبازم في السيلياري ماسل، فبيعمل سايكلوبليجيا، شلل في السيلياري ماسل. طب تعاكس الاتروبين بايه؟ بان انت تزود الاستالكولين على الام 3. مين اللي هيزودها؟ الفايزوستيجمين. حلو الكلام. هيستعمل في علاج الجلوكوما برضو ان انت تزود الاستالكولين اللي هتشتغل على الام 3 اللي هتعمل اكتيفيشن للسيلياري ماسل فتزود الايكوس هيومر درينج. نفس الفكره بتاعت البايلوكاربين، بس الفرق ان البايلوكاربين هيشتغل على الريسبتور ذات نفسه، الفايزوستيجمين هيزود الاستالكولين. حلو. النيوستيجمين زيه زي البي سانيكول، برضه بيستعمل في البوست اوبراتيف يورين ريتينشن بعد العمليات وما الى ذلك والباراليتيك الياس، ومرض اسمه مايسينيا جريفز اللي هو وهن العضلات. وهن العضلات ده بيبقى بسبب نقص الاستالكولين، فانت هتعمل ايه؟ هتزود الاستالكولين بس، خلاص مش عايزك تعرف اكتر من كده. كمل معايا بقى. الكولينرجيك بلوكرز اللي هي اسمها تاني باراسمباثوليتكس اللي بيضعفوا الباراسمباثاتيك، دول عيله الاتروبين واخواته. حلو الكلام. بص هتكلم معاك الاول عن الاتروبين، وبعد كده تعالى نرجع نجيب حاجات ادويه مشتقه من الاتروبين بتبقى مور سيلكتيف. حلو، صلى على النبي. الاتروبين ده هيقفل ايه؟ هيقفل كل الماسكرينيك ريسبتور ام 1 ام 2 ام 3، وانا ذكرتهم لك في الفيديو خلاص في بدايه الفيديو في الجدول. حلو. طيب لما اقفل ام 1، لما اقفل ام 1 اللي كانت موجوده في المعده فهقلل ال HCL، فبالتالي حلو في علاج القرح، بس هنجيب دواء دلوقتي سيلكتيف منه. حلو. لما اقفل ام 2 اللي موجوده في الهارت فبالتالي هقفل البراديكارديا فهيحصل تاكي كارديا. حلو. لما اقفل ام 3 اللي موجوده في كل الجلندات وكل السموث مصل هيحصل الاتي. اول حاجه ام 3 كانت بتعمل مايوزس فبالتالي الاتروبين هيعمل مدريس. ام 3 كانت بتعمل كونتراكشن في السيلير ماسل فبالتالي الاتروبين هيشل السيلير ماسل، سايكلوبليجيا يعني شلل في السيلير ماسل، والسيلير ماسل دي هي اللي كانت بتعمل اكوموديشن، فانا هفقد الاكوموديشن ده. الاكوموديشن ده لما بتقرب القلم او الكتاب من عينك، عينيك بتروح عامله زياده في الكونفكسيتي في الكيرف يعني بتاع اللينس اللي جوه عينك علشان تعرف تشوف الحاجات القريبه. مش مشكله، انا شرحتها في الحصه بشكل اوضح، بس مش مهم دلوقتي. ايه هو الاكوموديشن؟ ان انت تشوف الحاجات القريبه بس. حلو، جميل. كمل معايا كده. لما تقفل الام 3 اللي كانت موجوده في الجي اي تي وول اللي كانت بتعمل كونتراكشن في الجي اي تي وول، فانت بالتالي هتقلل شغل الجي اي تي وحركه الجي اي تي، فبالتالي ممكن يحصل كونستيبيشن اللي هو امساك ويورين ريتينشن، ان تحبس البول. حلو. وخد بالك تقدر تستعملهم في الناس اللي بيبقى عندهم تقلصات في المعده والكلام ده. حلو، كمل معايا. كمل معايا. ام 3 اللي موجوده في البرونكاي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل برونكو كونستريكشن، بتضايق البرونكاي. لما تقفلها هتعمل برونكو دايليتيشن، هتوسع البرونكاي،
وكمان ممكن تقلل البرونكيال سكريشن عن طريق ام 3 اللي كانت موجوده في الغدد اللي في البرونكاي وما الى ذلك. حلو، كمل معايا. مش انت قفلت كل الغدد؟ جميل، هتعمل دراينس في كل حاجه، كل الغدد اللي في الجسم ما عادش هيشتغل، فهتنشف الجسم. حلو، خد بالك ان الاتروبين ممكن يعمل فلاشنج اوف سكين، بس ده ملوش علاقه بالايفكت بتاعه على الريسبتور. ده حاجه اسمها شبه الاتروبين توكسيستي كده الى حد ما، يعني اللارج دوز من الاتروبين هو ذات نفسه بيعمل الفلاشنج ده، ملوش علاقه بالبلاد فيزل. حلو، استعمالاته، الاستعمالات اللي قدامك ده هي الفاندس اكزامينشن، لان انت بتوسع حدقه العين، ميدريازيس بيوسع حدقه العين في الفاندس اللي هو كشف قاع العين، ببقى عايز ابص اشوف احسن ما يكون، فمحتاج اوسع حدقه العين. برادي كارديا، اي حاله من حالات البرادي كارديا ادي له اتروبين. بري انستيك ايجنت، قبل العمليات بتدي اتروبين، لان احيانا وسط العمليه بيبقى فيه سيفير باراسمباثيتك ستيميوليشن ممكن يوقف القلب. مش بس كده، في اسباب تانية بس المهم دي سبب مهم منهم. انا بوقف الباراسمباثيتك عشان الراجل ما يموتش مني على ترابيزه العمليات. لو واحد عنده كوليك اللي هي مغص في المعده يعني، ممكن اديه از انتي سبازموتيك، يعني مضاد للتقلصات. حلو، وطبعا لو واحد عنده اورجانوفوسفوراس توكسيستي هدي له اتروبين، لان هو هيعاكس الاستالكولين على الريسبتور بتاعه. جميل، اهم حاجه تعرفها برضو في المعلومه دي ان الاسكوبولامين احسن دواء في علاج الموشن سيكنس. ايه هي الموشن سيكنس؟ اللي هي دوار البحر. حلو، مش عايزك تعرف اكتر من كده. ايه هي السايد افكت بتاعت الاتروبين؟ زغلوله الناشفه، حبسه جزء ابو سريع، زغلوله، بلورد فيجن، لان انت وسعت العين وعملت سايكل بليجيا، شليت السيلير ماسل، فالعين هتشوف رؤيه مزغلله، تبقى زغلوله، بلورد فيجن. النشفه، دراينس في اول سكريشن، حبست، هتعمل يورين ريتنشن وكونستيبيشن، يورين ريتنشن وكونستيبيشن، جزءها اللي هي جلوكوما، لان انت ممكن تزود ضغط العين، لان انت فاكر ان السيلير ماسل هي اللي كانت بتزود الدرينج، فانت دلوقتي منعت شغل السيلير ماسل، شليت السيلير ماسل، شيء سايكلوبليجيا، فبالتالي الدرينج هيقل، فالايكوسيومر هيزيد في العين فيعمل جلوكوما. ابو سريع، مش انت قفلت البرادي كارديا وحصل تاكي كارديا، فالقلب ممكن يدخل منك في تاكي كارديا. حلو الكلام، جميل خالص. وعكس بقى الاورجانو فوسفورس كومباوند توكسيستي، مش الاورجانو فوسفورس توكسيستي بعالجها بالاتروبين، لو دخلت بقى في اتروبين توكسيستي تعالجها بالفايزوستيجمين. حلو الكلام، خلصنا الاتروبين، ده كلام عام، تعالى بقى نجيب لك الحاجات الخاصه منه. هو الاتروبين بيقفل ام 1 وام 2 وام 3، جبنا منه دواء سيلكتيف بيشتغل على ام 3 بس، بيشتغل از برونكو دايليتور، اسمه ابراتروبيان، بيتاخد بخاخات. جبنا منه دواء سيلكتيف بيشتغل على ام 3 في الامعاء بس، فسميناه انتي سبازموتيك دراج. تحديدا الهيوسين بيوتر بروميد ده كمان مش من الاتروبين نفسه، لا ده ابن عم الاتروبين اللي هو جاي من نبات الهيوسيماس نيجر. المهم مش مهم دلوقتي ان انت تعرف بس غير ان الهيوسين بيوتل بروميد اللي هو الدواء اللي اسمه باسكوبان ده بيستعمل مضاد للتقلصات. حلو، لانه سيلكتيف شويه على الام 3 اللي في المعده. طيب إيه لو شغلته سيلكتيف على ام 1 اللي في المعده، ام 1 مش ام 3، ام 1 اللي في المعده، هتقلل خروج الاتش سي ال فيستعمل انتي ألسر في علاج القرح. لو قفلت ام 3 اللي موجوده في الجينيتو يورينري سيستم هتوسع اليورينال بلادر فهتقلل الانفلاميشن، اصل الانفلاميشن اللي بيحصل في اليورينال بلادر بنسميه سيستايتس وما الى ذلك، سيستايتس يعني انفلاميشن في اليورينال بلادر وما الى ذلك. المهم الانفلاميشن ده بيبقى وحش قوي ان انت تعمل كونتراكشن في اليورينال بلادر معاه، هيدي لك الم شديد قوي. حلو، فانت ممكن تعمل ريلاكسيشن في اليورينال بلادر بحيث ان انت تقلل الانفلاميشن ده. احسن دوايين اوكسبيوتينين تولترودين. حلو، انت ممكن تستعمله از ميدرياتيك، يعني بيوسع حدقه العين، وسايكلوبليجيك تحديدا اولاد الاتروبين اللي هما تروبين، سايكلوبنتوليت، تروبيكامايد. قلت لك قبل كده ان السايكلوبنتوليت ده اللي هو القطره اللي اسمها بليجيكا اللي بتتضرب زي المخدرات. المهم ميدرياتيك سايكلوبليجيك هتساعدني طبعا ان انا اعمل فاندس اكزامينيشن اللي هو كشف قاع عين، فاندس اللي هو قاع العين، اكزامينيشن كشف قاع العين. باركنسونيزم، لو انت اشتغلت على الام 1 اللي في السي ان اس قللت شغل الاستالكولين، بيعالج مرض الشلل الرعاش اللي مات بيه محمد علي كلاي، ومش دلوقتي مش وقته خالص ان انا اقول لك ايه هو الباركنسونيزم وما الى ذلك. اسم الدواء بنزوتروبين. حلو الكلام، جميل خالص، احنا كده تقريبا خلصنا. ما تقراش الكلام اللي انا قلته، بص شايف الكلام اللي تحت اللي في الصفحه دي، انا قلته لك فوق خلاص، فانت اقراه مره واحده من فوق وخلاص. تمام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام على المرسلين.